أهلا بيكم، باسم كل قيمة إنسانية برحب بيكم في قناتكم نسيم ترون، وحلقة جديدة من حلقات موجز تاريخ الفيزياء. بداية بحب أعتذر لكم عن تأخير ميعاد الحلقة دي. للأسف الأحداث العالمية اللي بتدور من حوالينا مخلينا كلنا مشتتين، الوضع صعب في كل حتة في العالم. بنرجو فعلا من ربنا إن كل الناس تكون بخير وبصحة وبسلامة، و يمكن نرجع تاني للعلم. العلم وسيلة كبيرة جدا للتقدم. النهاردة هناخد مثال عظيم جدا بعد الأمثلة اللي ضربناها من علماء المسلمين. هناخد مثال من أوروبا الشرقية، واللي كان بيمثل الشغل اللي قام بيه حجر الأساس في علم الفلك الحديث، وهو نيكولاس كوبرنيكوس. كان العالم الفلكي الشهير البولندي نيكولاس كوبرنيكوس هو من قاد الثورة الفكرية اللي أطاحت بنموذج مركزية الأرض، اللي كانت بتعتبر فيه أن الأرض هي مركز الكون في أوروبا، في يعني يمكن نقول في القرن الـ15، ووضع أساس لنموذج كوني جديد هتكون فيه الشمس هي المركز. وكان أول من تمرد على الأفكار العلمية السائدة في أوروبا في الوقت ده. افتتن البشر منذ يومهم الأول بالنجوم والسماء وشكل النجوم وشكل الأقمار حوالين القمر حوالين الأرض، المدارات اللي بتدور فيها النجوم وغيرها، من وقت قدماء اليونانيين إلى يومنا الحالي. إلا أن دايما كان بتكون فيه مفاهيم خاطئة، لأن المفاهيم الرصدية اللي كانت موجودة ما كانتش بتكون مبنية على أساس علمي. وأول من قدم الأساس العلمي ده زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت كان علماء المسلمين اللي عملوا النقلة الكبيرة، أو علماء العرب المسلمين اللي عملوا النقلة الكبيرة ما بين القدماء اليونانيين وبين خلينا نقول العصر الحديث في أوروبا مع كوبرنيكوس وجاليليو وكيبلر. ولد كوبرنيكوس في 19 فبراير عام 1473 في بلدة تورن البولندية لأب ناجح جدا بيعمل بالتجارة، وللأسف توفى والده وهو طفل صغير وتكفل بتربيته خالي. كانت تورن بلد تجارية، وده أتاح لكوبرنيكوس إن هو يقابل كتير جدا من التجار اللي كانوا بيمروا بأسفارهم ببلاد مختلفة حول العالم، وده أيقظ فيه مبكرا الرغبة في البحث والاكتشاف ورؤية العالم من حواليه. التحق كوبرنيكوس بجامعة كراكاو في بولندا، وكراكاو من أجمل المدن البولندية وكمان من أكبر الجامعات في شرق أوروبا في الوقت ده. هو في التسع عشر من عمره علشان يدرس فيها، وهنا بدأت تظهر عليه شغفه للتعلم عن الكون. في الفترة دي تحول عقل كوبرنيكوس بالفعل اتجاه السماء، وأخد يدور عن فهم ما وراء الأرصاد الفلكية. وفي الوقت ده دمج كتابين من أشهر كتب علم الفلك، واللي لازال نسخة من الكتابين المندمجين تحت اسم كوبرنيكوس وبتوقيعه إلى الآن في مكتبة السويد. غادر كوبرنيكوس جامعة كراكاو بدون ما يحصل على أي درجة علمية، وسافر إلى إيطاليا للحصول على شهادة في القانون من جامعة بولونيا إرضاء لخاله. خاله هنا هو اللي كان بيضغط عليه علشان يدرس القانون، لكن حتى خروجه وتوجهه لدراسة القانون في جامعة كبيرة أتاح له فرصة النظر إلى كورسات مختلفة جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين بدأ كوبرنيكوس هنا يدور على أساتذة الفلك ويتابع أعمالهم الفلكية. في الفترة دي كوبرنيكوس تعرف على أستاذ الفلك دانوفرا، اللي كان في الوقت ده عنده أفكار مختلفة عن باقي الناس بالنسبة لحركة الأرض، فكان بيرى أن الأرض ليست ساكنة كما كان يدعى قبل ذلك في النموذج البطلمي، إلا أنه هنا كان بيتكلم عن أرض في شكل متحرك. ونقدر نقول أن
كوبرنيكوس اتعلم من أستاذه أهم شيء هيمشي معاه طول حياته، هو التحدي الأفكار السائدة التي ليست مبنية على أساس علمي صحيح. في عام 1500 انتقل كوبرنيكوس من بولونيا إلى روما برضو تاني بدون الحصول على درجة في القانون في الوقت ده، علشان يشارك في الاحتفاليات اليوبيلية اللي بتقام كل 50 سنة في روما. وفي الاحتفاليات دي بيتشارك مجموعة كبيرة جدا من العلماء آرائهم وأفكارهم، وتمكن كوبرنيكوس من استغلال الفرصة بأنه يحاضر أمام عدد كبير جدا من الطلبة وأساتذة الرياضيات اللي انبهروا جدا بذكاء كوبرنيكوس وقدرته على تفسير الأمور وقدرته الرياضية. بعد كده انتقل كوبرنيكوس في العام التالي إلى بادوفا لدراسة الطب، وكانت فيها مدرسة كبيرة جدا للطب أخذ يدرس فيها كوبرنيكوس، وبرضه غادر دون الحصول على درجة علمية في الطب اللي أمارسه تقريبا طول حياته. ولكن هنا لازم نقول أكبر فايدة استفادها من الرحلة دي كوبرنيكوس هي تعلمه للغة الإغريقية القديمة، واللي أتاحت له الاطلاع على مخطوطات في الطب وفي غيره من العلوم باللغة الأصلية للعلم. وزي ما قلنا بعد عامين كوبرنيكوس ساب المدرسة اللي كان بيدرس فيها في الطب دون الحصول برضو على شهادة، وهو زي ما قلنا تقريبا مارس الطب طول حياته. بعد كده التحق بجامعة فيرارا وتم أخيرا الحصول على درجة في القانون لكوبرنيكوس. فكوبرنيكوس الدرجة اللي حصل عليها بعد مروره بعدة مدارس مختلفة وبرحلة تعليمية مختلفة كانت في القانون. في عام 1510 انتقل كوبرنيكوس إلى فرامبورغ وانشغل بكتاب بحثه اللي يعرف بعد كده باسم تعليق صغير. كان الأمر ده مهم جدا لأنه دون المفاهيم الأساسية اللي اعتبرت بعد كده حجر الأساس في نموذج شمسي بتكون فيه الشمس هي مركز الكون، وكتب بعد كده خطاب بيعرض فيه الأفكار دي بتفصيل كبير جدا، وأرسله للعديد من الباحثين البارزين، وأسس النتائج اللي عرضها في الخطاب دي على بعض الافتراضيات، واللي منها إن ليس هناك مركز واحد لكل الكرات والدوائر السماوية. الكرات والدوائر السماوية هنا بنقصد بيها المدارات الفلكية حول الشمس، دي اللي بنتكلم فيها عن الدوائر هنا. إن مركز الأرض، تاني حاجة مركز الأرض ليس مركز الكون، وإنما هو فقط مركز الجاذبية ومركز الكرة القمرية. كل الكرات تدور حول الشمس كنقطة عند المنتصف، ومن ثم فإن الشمس مركز الكون اللي كان بيشير إليه كوبرنيكوس. ما يظهر على أنه تحرك للشمس بالنسبة لنا إحنا هنا الشروق والغروب لا ينشأ عن حركتها، حركة الشمس نفسها، وإنما ينشأ عن حركة الأرض. ظهر في بحث كوبرنيكوس ولأول مرة نتيجة للافتراضيات اللي فرضها كون بشكل مختلف بتكون الشمس فيه هي مركز الكون والأرض بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس في مدار دائري. إلا أن أدرك كوبرنيكوس أن الورقة البحثية اللي كتبها أو الورقة اللي كتبها تفتقر إلى كثير من الأدلة زي الأدلة الرياضية والأدلة الرصدية، واللي وعد في بحثه أنه سيريدها في بحث منفرد. أظهر بحث كوبرنيكوس بناء على المقدمة اللي قالها عن لأول مرة نموذج لكون بشكل مختلف بتكون فيه الشمس هي مركز دوران الكواكب المختلفة، وإن كان يفتقر البحث في الوقت ده للدلائل الرياضية والرصدية اللي وعد كوبرنيكوس بأنه هو يقدمها بعد كده في بحث منفرد. ودي كانت نقطة مهمة جدا لأن هي رسخت لمستقبل البحث العلمي في تقديم الاستنتاجات الرياضية وما يعضدها أو ما يدعمها من نتائج رصدية. بعد كده توفى خال كوبرنيكوس إثر مرضه، وشكل ده ضربة موجعة جدا لكوبرنيكوس بحيث إن خاله هو اللي رباه من وقت ما كان عمره 10 سنين. كما ساءت الأمور أيضا في بولندا لنشوب حرب في بولندا، واشتد القتال فيها لدرجة اللي وصلت إلى حرق بيت والمكان اللي بيشتغل فيه كوبرنيكوس، مما اضطروا إلى النزوح إلى الخارج والاحتماء في قلعة قريبة، وانضم للمقاومة وكان أحد رؤوس المقاومة إلى أن تم توقيع الهدنة ومعاهدة سلام سنة 1521. على الرغم من كل العوائق دي مدخله نشوب الحرب المقاومة ضد في الحرب اللي كانت ناشبها، إلا أن كوبرنيكوس واصل عمله لتطوير أفكاره
وواصل القيام بأرصاد فلكية، أرصاد أجرام سماوية، حتى إنه اخترع أداة فلكية جديدة سميت بالطاولة الشمسية. نرجع تاني لأهم الأعمال اللي قام بيها كوبرنيكوس، وهو كتابه تعليق صغير. احتوى الكتاب في شكله النهائي على أسس لنظام شمسي بمدارات دائرية للأجرام السماوية، والكثير جدا من الجداول الفلكية والإثباتات والبراهين الرياضية اللي أسست على مدار سنوات واستخدمت فيها يمكن لأول مرة في على الأقل في الوقت ده في أوروبا في إثبات نموذج يفسر حركة الشمس والكواكب والنجوم على نحو أفضل من الموجود. بيعتقد مؤرخون الفلك، مؤرخون في علم الفلك، إن الكتاب استغرق حوالي 26 سنة ليتم إكماله، إلا أنه بعد كل الوقت ده والجهد ده كوبرنيكوس كان لسه لا يشعر بعرض كتابه ده على المجتمع العلمي، وكان لسه الآن. في النهاية استطاع ريتيكوس، وهو الشاب اللي كان بيشتغل مع كوبرنيكوس في الوقت ده، بإقناعه بأن الكتاب والعمل المهم ده لازم يتم نشره. وبناء عليه قام ريتيكوس بوضع ملخص للكتاب أسماه السرد الأول عام 1540، وقاموا بنشره زي ما قلنا تحت اسم السرد الأول كجس نبض لما يمكن أن ينشأ. الموضوع كان خطير جدا، خصوصا مع تداخل العلم مع الدين، وممكن نبقى نتكلم عن ده في حلقات مختلفة، وإن كان اليوم بنركز بس على الجزء العلمي في حياة كوبرنيكوس. الكتاب هنا ما أثرش الضجة اللي هم كانوا متخوفين منها، الكتاب الأول اللي هو السرد الأول اللي كتبه ريتيكوس بناء على كتاب كوبرنيكوس الذي لم يتم نشره بعد، اللي هو كتاب تعليق صغير، ولفت الانتباه له بشكل كبير جدا، وردة الفعل كانت مشجعة لدرجة إن هو في عام 1541 تقريبا السنة اللي بعدها على طول أرسل كوبرنيكوس بحثه أو كتابه للنشر وللخروج للنور. قسم كتاب كوبرنيكوس إلى 6 أقسام، واللي قسمت بدورها إلى فصول أصغر، بيحتوي الفصل الأول من كل قسم من كل شابتر على وصف تأسيسي للفكرة الجديدة اللي بيقدمها كوبرنيكوس، بينما توضح الفصول اللي بعد كده براهين باستخدام الهندسة وباستخدام الخرائط وباستخدام الأرصاد الفلكية اللي بتدعم أفكار كوبرنيكوس. بنى كوبرنيكوس الحجج بأسلوب منطقي، وكان بيعتقد أن بهذه الطريقة يمكن البرهنة على فرضيته اللي طرحها في أول الكتاب، وهي أن الأرض بتتحرك حول محورها الخاص بيها، وهي برضو بتدور حوالين الشمس في نموذج مختلف للكون، الشمس هي مركزه. للأسف عد الكتاب نوعا من الهرطقة، إلا أن علماء الفلك لم يستطيعوا تجاهل الكتاب لما فيه من إثباتات رياضية وبراهين بالأرصاد الفلكية. ومثال على أحد العلماء دول هو تيكو براهي، وهو فلكي عينه ملك الدنمارك، فلكي شهير، لإعادة النظر أو علشان يظهر الأخطاء في النموذج اللي قدمه كوبرنيكوس. طبعا براهي كان هنا غير متفق تماما، كان رافض تماما لنموذج كوبرنيكوس، وعشان يعيد النظر فيه كان لابد من إجراء عمليات رصدية بدقة عالية علشان يتحقق من النتائج اللي بيقرها النموذج الكوني الجديد بتاع كوبرنيكوس. أدت الأرصاد الفلكية اللي قام بيها براهي إلى عكس ما كان يريد، وقام مساعده جوهانس كيبلر، فكيبلر هنا كان مساعد براهي، بالاعتماد على كل تلك الأرصاد الدقيقة اللي قاموا بيها بدعم كوبرنيكوس ودحض ما اعتقده أستاذه براهي من الحجج المضادة. وأدرك كيبلر هنا صحة نموذج كوبرنيكوس، ولكنه أثبت خطأه في بعض الأمور زي المدارات الدائرية. كيبلر وضح بعد كده أن المدارات هنا مش دائرية، وإنما هي مدارات بيضاوية، كما أنه وضع بعد كده بناء على نظرية أو بناء على نموذج كوبرنيكوس قوانين الثلاثة لحركة الكواكب اللي هنناقشهم بالتفاصيل في الحلقات الجاية. ولأن الحقائق العلمية دايما بتفرض نفسها، فأثبت العلماء على مدار عشرات ومئات السنين بما لا يدع مجالا للشك صحة أفكار كوبرنيكوس، مش بالكامل طبعا زي ما وضحنا، كيبلر أضاف تعديل عليها وفي تعديلات كتير انضافت بعد كده هنوضحها في الحلقات الجاية، ولكن أيضا في عام 1943 بعد 4 قرون من نشر كوبرنيكوس لعمله الشهير جدا ولنظريته، نال الاستحقاق الذي يجب
أن يتلقاه من المجتمع العلمي، ويقيم احتفال كبير جدا بمناسبة مرور 400 سنة على نظرية كوبرنيكوس، واللي وضع فيها الضوء على أفكاره وعلى إزاي وصل للأفكار دي، وزي ما بنقول كده اتبناله فيها التماثيل، وانشئت مسلسلات إذاعية على شرف كوبرنيكوس، ونال كوبرنيكوس بعد كل الوقت ده الشرف اللي يستحقه. وفي آخر حلقتنا أهم الرسائل اللي ممكن نتعلمها من قصة كوبرنيكوس هي إن إحنا نحاول دايما إن نثق في العلم، وإن نفهم إن كل شيء حوالينا يجب أن يكون له تفسير علمي منطقي مبني على أساس رياضي سليم ومبني على أساس فيزيائي سليم. في الأخير ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناة، لايك لو عجبتكم الحلقة. شكرا للجميع على المشاهدة، سلام.